كذلك يوجد فيكم الكثير ممن يخطب على حد تعبير الروايات، ومن هو صالح لإمامة الجماعة والجمعة، وليس أنه لاحظوا وليس أنه حين يموت السيد محمد الصدر يموت الكل، أعوذ بالله أولا وبكم من ذلك. وبالأساس والمرجع الجديد لو صح التعبير وإن لم يكن متفقا مع السيد محمد الصدر بكل التفاصيل، إلا أن المهم فيه هو الاتجاه نحو العدالة الاجتماعية وإنصاف الناس من نفسه، كما قيل في الحكمة قل الحق ولو على نفسك، وإدراك المصالح العامة. فإن وجدتموه شخصا من هذا القبيل فتمسكوا به، وإلا فدعوه إلى غيره. فإن الأنانية في المرجعية هي العنصر الغالب مع الأسف جيلا بعد جيل، وهذا هو المضر حقيقة في الحوزة خاصة وفي المجتمع عامة. فاتبعوا شخصا من المجتهدين ليس له مثل هذا الطبع، بل له اتجاه التضحية في سبيل الآخرين وبذل النفس والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهذا أمر يطول فيه الحديث وليس الآن محل الاستمرار فيه. ثانيا، أنه من النقاط المهمة والجليلة التي حصلت بصلاة الجمعة المواجهة المباشرة بين الحوزة والمجتمع وبين المرجعية والمجتمع، بينما كان الانفصال التام أو الغالبي قبل ذلك موجودا مع شديد الأسف، ولا زال هذا الانفصال موجودا بالنسبة إلى المراجع الآخرين من حيث اتصالهم بالمجتمع. فعن طريق صلاة الجمعة حصل المجتمع على الوعي، وحصل على الشجاعة، وحصل على العزة، وحصل على الثقافة الدينية، وعرف ما هي الحوزة وما هو نفعها وما هو أثرها وما هو مقدار علمها وتعليمها، كما استطاعت الحوزة من ناحيتها أن تثبت نفسها أمام الآخرين وتوصل صوتها وكلماتها ومواعظها وأوامرها ونواهيها إلى المجتمع، وأن تعرف المجتمع بكثير من الأمور الضرورية والراجحة، وتفتح عينه على مصالحه.